بونو عاد ليتألق كعادته مجددا، لكن هذه المرة مع ناديه إشبيليا الإسباني في مباراة نهائي من الدوري الأوروبي أمام أي أس روما الإيطالي. الفضل الأكبر في هذا الفوز كما تغنى النادي الأسباني يعود للسبع الذي جلب السابعة لهم. شكون كان كيقول أن غيجي النهار لياسين بونو، ياسين بونو الإخوان ويوسف النصيري غادي يغطبوا جوزي موريني سبيشال وان، واحد من أحسن المدربين اللي دازوا في التاريخ ديال الكورة، ياسين بونو ويوسف النصيري الإخوان. جوزي مورينيو مدرب روما وهو الأكثر غضباً، فقد حرمه تألق بونو من تحقيق لقب لم يسبق إليه مدرب. فينال ديال أوروبا ليغ كان هضروا عليه واحد المدرب اللي ربح تشامبيونز ليغ وربح كأس أوروبية الأخرى ديك الجديدة، وكان بغي يربح الثالثة اللي ما عمرو ربح اللي هي الأوروبا ليغ، كان غير ربح البارحة الإخوان وكان غيكتب التاريخ وكل شيء كيقول أنه غيولي مدرب باريس سان جيرمان، أحسن فرقة في العالم، حيت هو من أحسن المدربين في العالم، ترينا برونالدو، ترينا بلاز ديال الريال، ترينا بالفرق الكبار ودا تشامبيونز ليغ مع بزاف الفرق منهم تشيلسي، والبارح كان غيديها بلايص روما فريق عريق الإخوان، روما وما أدراك ما روما، دخلوا لعبوا ضد إشبيليا، اللي كانوا فيها جوج سبوع تيتولير، واحد في القدام والآخر في اللور، وداو الإخوان لوروبا جوج. ياسين بونو جبد عاوتاني داكشي اللي ما كيتجبدش، كيف ما عوضنا الاخوان في المونديال كيف ما عوضنا في المنتخب، وكيبين انه من احسن حراس العالم، ماشي على والو ريال مدريد باغاه. اي الاخوان لا كاسا بلانكا ريال مدريد احسن فرقه في العالم، الاخوان باغاه، باغا يكون حارس ديالها، انت هو احسن حارس في العالم. اقليم تاونات، هاد البلاصه هادي طهر السوق، مدينه طهر السوق. الكلمه في حق خويا ياسين بونو، انا من العائله ديالو، الكلمه في حقه يعني شرف الكره المغربيه والكره العالميه والكره الافريقيه. حيان الله تشفنا ولد بلادنا واللي لعب في البطوله ديالنا واللي لعب مع الوداد البيضاوي الاخوان، ولد البطوله ولا احسن حارس في العالم، والبارح بروفاها الاخوان، البارح بينا جبد داكشي اللي ما كيتجبدش، خلاهم تعادل واحد لواحد، وصلوا للبينانتيات، كلشي بدا بونو 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 بونو، حتى من المذيع الاخوان اللي ما عندوش بزاف مع بونو جا منه. والحارس بونو يخوف بونو في المرمى، ارتمى في نفس الاتجاه ياسين بونو، قلت لكم يخوف في المرمى ياسين بونو في ركلات الترجيح، لمسها لمسها بأصابع يديه ياسين بونو، وضعت الركلة الثانية لعناصر نادي روما، وبين بأنه أحسن حارس في العالم. الكرة الأولى غادي يجبدها برجليه ديال لاعب ديال لايس روم مانشين، أيصوفي الكرة الأولى، الكرة الثانية غادي يجبدها بصبع ولا جبدها بصبع بصبعو الاخوان، هنايا راه كنشوفوا الهاي ليفل الهاي ليفل الهاي ليفل ديال لونطرين، باش جبد كره بصبع راه سنوات ديال لونطرين مورا الريفليكس، راه السوب كونسيون ديال ياسين بونو الاخوان شبعان اونطرين شبعان احترافيه. لقد وثقت اولا في ان لاعبين سيسجلون في ركلات الترجيح، هذا ياتي اولا، وعندما يتملكك هذا الشعور فانه يمنحك الحريه، وعندما تثق في ان فريقك مستعد للتسجيل لانهم يريدون الفوز حقا يمكنك مواجهه ركلات الترجيح بهدوء تام. داكشي اللي ما قدروش يديروا ولاد اوروبا اللي كابرين في اوروبا واللي تزادوا في اوروبا واللي تفورماو وترعرعوا ولعبوا في فرق اوروبا داروا ولد بلادنا ولد البطوله، وهنا كيعطي ميساج جوزي مورينيو اللي هو ذا سبيشال وان الاخوان، وكل شيء كيقول احسن مدرب في العالم، اش دار فاش سال الماتش؟ اش دار اش دار ليه بونو؟ بونو كرفصو في دوك بيلانتيات غيبات كيحلم بها الاخوان، اش دار ليه؟ اش دار؟ شد الميداليه اللي عطاه وعطاها لواحد الدري في الجمهور، تخيلوا معاه تخيلوا معايا هذه اللقطه، جوزي مورينيو واخد ميداليته وعطاها للدري، ما رضاش، تعصب، تفقص، جعل، حنت بونو الاخوان ما عنده ما يدير ضد. فريق اسبانيا الاخوان فاش خرجناهم من المونديال اش قال لويس انريكي في الندوه الصحفيه؟ قال لهم كلشي مزيان، حاجه وحده اللي ما كنتحكمش فيها، المنتخب ديالنا دار كلشي مزيان الا حاجه وحده اللي حنا ما كنتحكموش فيها هي ياسين بون، عندهم ياسين بون. تصدي ضربه جزاء باش ذكرك. واه شنقول لك؟
ما كنتذكر غير اجواء كاس العالم صراحه. وما نساوش الاخ ديالنا الاخر يوسف النصيري اللي كحلق البارح في السما ديال دوله المجر كيطير الاخوان، وكون كان خاصو ربع اوكازيون كان غيماركي وبين وضرب وباسا وتقاتل تقاتل. في الاخر شنو كنشوفوا؟ فينال ديال الاوروبا ليغ اللي كيشوفوها الملايين ديال الاعيون في العالم بجوج رايات مغربيات ملبوسين الاخوان، والرايه ديالنا كترفرف عاوتاني فينال عالميه ديال الكره. هذا الشيء الاخوان راه الناس كيخلصوا عليه زبابل الفلوس، وجوج وليدات البارح داروه ووصلوا هزوا لنا الرايه ديالنا. الميساج اللي كيتعطى الاخوان، الميساج اللي كيدوز هي ان يوسف النصيري ولد الاكاديميه ديال محمد السادس لكره القدم، ياسين بونو ولد البطوله المغربي، وصلوا الفينال ديال لوروبا ليغ وداوه وجابوا السابعه الاخوان الكلوب، والفرقه ديال سيفيا الاخوان حتى اعتقها ياسين بونو البارح وهو الصد ديالها كتبوا بالحرف. سمعوا معايا شنو كتبوا الاخوان: ما خيبناش بونو، ما يحشمناش السبع الذي جلب السابع، افضل حارس في العالم نحبك يا ياسين. شوفوا على ميساج الاخوان كيدوزوا فريق اشبيليا لياسين بونو، كل شيء كيقول الحمد لله لعندنا هذا الجول. اخوان خصنا نكونوا فخورين باللعاب، داروا انجاز تاريخي، داروا انجاز خرافي، والحمد لله الاخوان لان هاد الجوج اللي داروا هاد الانجاز بلا ما يخرج بنادم ويبقى يقول لينا راه تزاد في ماتش فين ولعب ماتش فين وتفورما في ماتش فين، علاه دار داكشي؟ هذاك ليميتينغ بيليف اللي عندك انت، انت اللي كتلعب في البطوله ولا كتلعب في الدوزيام ديفيزيون كتلقى اعذار، هذاك ليميتينغ بيليف عندك هنا. هما ولاد بحالك مفورمين بحالك كيلعبوا في الهاي ليفل وكيفرقعوا الاساطير، كيطيحوا الاساطير. البارح طيحوا اسطوره كره القدم اللي هو جوزي مورينيو، ميداليه ديالو حيدها ما بغاش، عطاها لواحد في الجمهور حنت ياسين بونو فقصوا وجعروا وقتلوا. ولد البطوله، بطوله البرو، الاخوه اللي كنحقروا ولد البطوله جاي من تم. وكان هذا الفوز لكاع المغاربه اللي ديما تيساندونا والحمد لله، فحنا كنديروا جهدنا باش نصرفوا بلادنا، هادشي اللي كاين، فما كاين حتى شي حاجه اللي كتدفعنا من غير هادشي، كذب عليك كذاب يعني، لا فلوس لا حتى شي حاجه يعني صراحه. هادشي اللي كيدفعنا يعني نشرفوا بلادنا ولاد بلادنا ونبينوا بان المغاربه هما قادرين يفوزوا بألقاب كبار بحال هادو، الحمد لله. يوسف النصيري كذلك الاخوه، يوسف النصيري ولد الاكاديميه ديال محمد السادس. اهم حاجه وهاد الفوز هذا كنبغي نهديه لسيدنا الله ينصرو لينا، اللي كما كانش هو ما كنتش غنكون في هاد البلاصه هادي. بالنسبه للاكاديميه اللي دار هي اللي عاونتني باش وصلت لاوروبا وباش وراني انايا وربح هاد لاكوب هادي، كنبغي نشكرو على هادشي هذا كامل. ونايف اقرد لي تو ولد راه تو لاعب فينال ديال الوسطح. اخوان الوليدات ديالنا فرحوا الشعب العربي، فرحوا كلشي، كاع العرب الاخوان خصهم يكونوا براود، ماشي غير وليدات المغرب وخصوصا وليدات المغرب. والاخ ديالنا بونو دا اوم دو ماتش، افضل رجل في مقابلات النهائي ديال كاس اوروبا، الله يخليك، اللهم بارك الاخوان. هذا الشيء كيبين بان المستحيل ماشي مغربي، مستحيل ما كاينش في الدماغ الدراري، خدمتي غادي توصل، خدمتي غادي توصل، غادي تلقى نتيجه. ما خصناش نساو هي ان الاخ ديالنا يوسف النصيري والاخ ديالنا ياسين بونو هما اول لاعبان عربيان غيديو هاد اللقب جوج مرات. حنا فخورين بكم الدراري، فرحتونا في المونديال، عاودتو فرحتونا، دابا ان شاء الله جايه كاس افريقيا. وليد الركراكي قال لهم الا ما وصلناش للدومي فينال غادي نعتزل، حط لراسو اقل حاجه خصنا نوصلوا ليها في كاس افريقيا هي الدومي فينال، حنت عارف الاسبوع اللي عنده، حنت عارف الكاليتي ديال اللعابه اللي عنده، ماشي غير جا ودار الضغط على راسو ولا على اللعابه، لا، عارف عنده احسن حارس في العالم، عارف عنده وحدين من احسن لعابه في العالم، وان شاء الله في الكوب دافريقيا الاخوان غيعاودوا السبوع يفرحونا، حيت كيلعبوا بجميع الاجواء، كيلعبوا في قطر، كيلعبوا في لافريك، كيلعبوا في لورو، كيلعبوا ضد البرازيل، الحمد لله الاخوان، هذا الجيل ديال اللعابه اللي عندنا خصنا نكونوا فخورين به ونستمتعوا به الاخوان، نستمتعوا به، حيت هذا الشيء واش غادي يتعاود يتجمع لنا شي جيل بحال هذه؟ كنتمنى يتعاود، وانا عارف الجميع خدام والسيد فوزي القجع خدام باش هذا الجيل يولي هو لا نور ويبقى عندنا هذا الليفل ديال الكره الى الابد باذن الله. خصنا نستمتعوا بهذا الجيل الاخوان، برافو الدراري، برافو ثم برافو، فخورين بكم وكترجعونا فخورين اننا مغاربه امام العالم. السلام عليكم.